بسم الله الرحمن الرحيم. هنبقى we are going to required B for exercise 15 chapter 3. What is the consolidated net income for the year ending December 31, 2021؟ هو consolidated يعني النت انكم الخاص behind beside toner. طيب 2021 يبقى في بالنسبه لتونر احنا كنا عملنا حسب كده اللي هو الريفينيو ماينس اكسبنس 130، فور هاينز 700 ماينس 460 هيبقى الديفرنس هنا الديفرنس 240. يبقى for Heinz 240، for Toner 130. هنضيف عليه ال amortization expense او هنطرح منه سوري نعمل subtracting لل amortization expense اللي احنا كنا حسبناه قبل كده من خلال الشيدول فور امورتيزيشن اكسبنس اهو اللي هو الاكويبمنت 100 1000 والكاستمر ليست هيبقى 3 بهذا الشكل. بناء عليه هيبقى عندي كونسوليديتد نت انكم ات 012021 بيشمل النت انكم اوف هاينز ل 240,000 دولار بلس نت انكم اوف تونر 130 وبعدين الـ depreciation expense اللي هو الخاص بالـ equipment قلنا 1000 ده طبعا بالماينس والـ amortization expense اللي هو الخاص بالكاستمر ليست 3 في النهاية نصل لـ consolidated net income at 12/01/2021 هيبقى 366,000. ده فيما يتعلق بال required number B. نروح لل required number C. required number C what is the consolidated equipment balance as of December 31, 2021؟ بقية المطلوب ده هنستبعده. يبقى what is the consolidated equipment balance؟ ال equipment balance consolidated يبقى هناخد ال equipment الخاصة ب هاينز وال equipment الخاصة بتونر add it together وبعدين هنضيف لهم عليهم ال allocation اللي هو the difference between fair and book value من the schedule of amortization اكسبنس اللي احنا عملناه اهو ادي هنضيف 5 هنضيف عليه الالوكيشن الالوكيشن اللي احنا عملناه الخاص بالاكويبمنت اهو ال5 وكمان هنطرح الانوال اكسس امورتايزيشن بالنسبه للاكويبمنت. يبقى احنا كده تاني نراجع الكلام بتاعنا تاني اهو بالنسبة للـ consolidated balance of equipment هناخد هاينز بلس تونر ثم and then هنعمل adding للـ allocation 5 و minus in annual excess amortization.
بناء عليه هيبقى equipment balance balance finds $5,000 $500,000 equipment balance of tuner لما احيانا بيعلق equipment balance of tuner 300,000 اوكي. وبعدين الالوكيشن بيزد اون فير فاليو فير فاليو 5 ماينس الديبريسيشن اكسبنس depreciation expense هناخد بتاع 2 years كل سنة ليها 1000 يبقى 2000 في النهاية يبقى consolidated consolidated equipment balance at 12/31/2021 المنظر ده هتبقى 800,03,000 طبعا لاحظ ان احنا بنعمل البالانس لان بيبقى تراكمي او اكوموليتد بالنسبه للاكسبنس عشان كده خدنا التو ييرز بالنسبه للايه عشان بتوصل البالانس النهائي بتاعها بتجمع زي ما احنا عارفين بالاكوموليتد ديبريسيشن اكسبنس فبنجمع ديبريسيشن اكسبنس بتاع التو ييرز بكده نكون انتهينا من سيكشن بي سيكشن سي كمان وبالشكل ده نكون الاكسرسايز 15 انتهى.